حلوه. اكتر عربيه حبيتها، انا ما لحقتش الف كتير يعني، بس ممكن اقول في فورد ان اكتر عربيه حبيتها الفيوجن. ان مره سالت يعني سالت حد قلت له مساء الخير اقدر اساعدك بحاجه، قال لي اه ما شفتيش ولد صغير عينيه ملونه وشعره اصفر؟ فقلت له لا ما شفتش يبقى مش هقدر اساعدك. قال لي طب لو لقيته هطمنك عليه. قلت له اوكي. بس قلت مايك او مش عارف هو في معاكسات و معاكسات دي طبعا، بس المواقف الثانيه لا بلاش، هو فعليا بلاش. احلى معاكسه، لا هي المعاكسات كلها ما بتعجبنيش، بس اكتر معاكسه ما عجبتنيش شعرك طويل قوي. ما عنديش عكس النهارده. حاجه يعني مش ما عارفه اقول لك ايه بصراحه. لا احنا ما خرجناش من هنا عشان حد يعاكس، بيعاكس العربيات بس. بمناسبة العربيات، ايه العربيه اللي حضرتك يعني نفسك انك تشتريها وتطلع من المعرض؟ تسلا اكيد. اكيد هناخد التسلا ونمشي. غير ان هي حلوه اكيد تحافظ على البيئه يعني، كهرباء اكيد احسن.